للتلفاز ترصد المشاهد، فإذا ما خرج من الغرفة أو تحول عنها لقراءة مجلة ينطفئ ذاتيا. وتعد هذه المستشعرات أحد ابتكارات كثيرة طورتها اليابان لاستخدامات حياتية متنوعة هدفها ترشيد استهلاك الطاقة في المنزل والمرافق العامة. هذه الأبواب التي تنفتح آليا ما هي إلا واحدة من التسهيلات العصرية التي أتاحها تقدم تقنية وسائل الاستشعار، ومنها ما تستعمل في السيارات بشكل متزايد. وقد نجح مهندسون يابانيون في ابتكار مثل هذه الوسائل التي تتجاوب مع الذبذبات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء وأخرى ترصد الحركة والحرارة، كما يفعل هذا التلفاز الذي ينطفئ تلقائيا عندما يرصد خروج المشاهد من الغرفة ويشتغل مرة أخرى عندما يعود إلى مقعده. المدهش في هذا الجهاز أنه يستطيع التمييز إن كان الشخص يشاهد ما يعرض على الشاشة أم أنه يقرأ أو يأخذ غفوة، فإذا ما تحول إلى قراءة مجلة ينخفض مقدار ما يستهلكه التلفاز من طاقة كهربائية، لأن جهاز الاستشعار قادر على التفرس في الوجه ويفسر ماذا يفعل الشخص. اكتشفت قدرة الأشعة الحمراء على رصد أي تغيير طفيف في درجات الحرارة قبل أكثر من قرن من الزمان، وكان يعتمد في تصنيع وسائل الاستشعار بهذه الأشعة على المغناطيسات الحديدية، وقد تمكن مصنعون يابانيون من تطوير مواد من السيراميك تستخدم لتوليد تيار من الحركة المرصودة. ويمكن الآن صنع مستشعرات عالية الحساسية قادرة على تجاهل الضوضاء والتغيرات الطفيفة في درجات الحرارة. وهناك مستشعرات للحرائق ومستشعرات قياس درجات حرارة أجسام الركاب في المطارات وللسلالم المتحركة التي تبدأ في الدوران قبل أن تضع قدمك عليها مباشرة، ومستشعرات الإضاءة وتدفق المياه في الصنبور التي لا تعمل إلا عند الحاجة. التقنية دخلت المراحيض اليابانية، فالمستشعر يرفع الغطاء بمجرد الاقتراب منه ويخفضه بعد الاستعمال لتوفير طاقة تدفئة المقعد، إضافة إلى مستشعرات التخلص من الروائح وحساب كمية الماء المطلوبة للرحب. كما توصل المصنعون اليابانيون إلى مستشعرات متقدمة في أفران الميكروويف التي تركز الحرارة على الأجزاء المطلوبة من أجل طهي محتوى الوعاء بشكل متساو دون هدر في الكهرباء التي تسعى جميع الدول لترشيد استهلاكها لحماية البيئة.